بس يا اخويا اش اخويا عندنا اش عاودنا شنو وقع دابا مباشر دابا خويا مسكينه من الماكله الصباح عيط علينا في الملير الجي بغات تقرب اختكم راه دابا باردين فما بارد ما كاين الجو طيب تاع رطبيته بحال ما يجاوبها الناس عندنا شغل ديال المطبخ ديال الشينا ماتت دابا ماتت وفات وفات مسكينة اجي اختي شرحي لنا جيت انت على المباشر اجي اذا كيف شفتوا مشاهدينا الكرام لقات قناه شوف تي في واحد المكالمه من عند هذه الاسره اللي الاخت ديالهم كترقد هنا داخل المستشفى الحسني اللي كيقولوا بان اتصلت بهم احدى الممرضات وقالت لهم بان الاخت ديالكم راها في حاله خطيره اجيو باش تعتقوها جاو هنا كيشوفوا الاطباء كيشوفوا الممرضين حتى واحد ما استجب لهم وما خلاهمش يدخلوا للمستشفى الا حتى الان كيتفاجئوا كيتصدموا بان قالوا لهم بان الاخت ديالكم راها توفات كانت قناه شوف تي في قد سقطت قد سقطت التعاليق من عند العائله ديالها اللي كتشوفوا من هول الصدمه ملي نسمعوا بان الاخت ديالهم راها توفات جراء هذا الاهمال اللي لقات داخل هذا المستشفى اذا تفاصيل اكثر حول هذا العمليه حول هذا الحادث المؤسف اللي عرفته اللي عرفوا مستشفى الحسني هذا الصباح غادي تجدوا التفاصيل ديالو بعد قليل على قناتكم شوف تي في خويا اش عندك ديك المهمه ديالك عاودنا كيفاش تلقيتوا الخبر انت الاخ ديالك لا عاودنا هنا كيفاش مناش كانت كتعالج مناش شو اجي عندي انت الاخت ديالك هذيك كتعالج هنا على كوفي وقال لك اتصلوا بكم مع الصباح قالوا لنا خصكم راه لقينا ايديا باردين ملي جينا هنا بغينا نطلعوا باش نشوفوا ونعرفوا واش حيه ولا ميته كاين حتى واحد المسؤول ولا شي واحد ما كاينش استقبلوكم ما والو ما حتى واحد كيهضر مع شي واحد كيقول لك استنى تيجي المسؤول ما تيجي المسؤول حتى 10 حتى 11 كيموتوا الناس ودابا شفت الزوجه ديال الاخ ديال كتبكي توفات الاخت ديالي توفات ولمن كتحملوا المسؤوليه الناس المسؤولين هنا حتى واحد ما كاين لا اطباء لا ممرضين حتى واحد ما كاين حتى واحد ما استقبلنا قال لنا ونصحنا قال لنا هادو الدريه ما دوش الدب ديالي شنو دير ديالي كدير التصويره ديال الدم ما دوش الدب ديالي اذا كيف شفتوا من بعد الاهمال اللي عرفته هذه الحاله راها توفات في هذه الاثناء انا لله وانا اليه راجعون تفاصيل اكثر حول هذا الحديث المؤسف تجدونه على قناتكم شوف تي في